This conference will now be recorded. السلام عليكم، شكرا للجميع لانضمامكم للمحاضرة اليوم. موضوعنا كتير مهم، حنحكي عن فيروس جديد كلكم سمعتوا فيه اللي هو الكورونا فيروس. ومثل ما بتعرفوا صار في حالات بالإمارات، فلازم الكل ينتبه، خصوصا العالم اللي كتير بتسافر. حفظت لكم اليوم بمحاضرتنا تبع اليوم كيف فيكم تقووا مناعتكم مع منتجات فوريفر لنتجنب من استنى الأصل احنا بس الفيروس. نشوف في ايه اصلا في البتاع دي. نركز الكل يعمل ميوت إذا من فضلكم. هلا آخر المحاضرة رح شيل الميوت، فيكم تسألوا أسئلة. اوكي، فخلينا نبدأ. أول شيء خلينا نحكي شوي من وين إجا هالفيروس. فمثل ما قلنا، يعني اليوم حنحكي عن فيروس الكورونا لأنه هلا كثير منتشر وكل العالم عم تحكي عنه. بس هو يعني تقريبا مثل أي فيروس، بس المشكلة إنه الكورونا بعد ما لقوا له أي دواء. أوكي، سواء العالم اللي بيلقطوه بعد ما فيهم يشفوا منه، فمش هيك الموضوع شوي بخوف. أوكي، فخلينا نحكي أول شيء من إجا. فأكدت التقارير الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إنه تم التعريف عن الفيروس كورونا لأول مرة بمدينة ووهان في الصين. أوكي، سو نشأ هيدا الفيروس من مدينة الصين باسم ووهان، و يعني تعرض معظم الحالات للحيوانات، إن كانوا الحيوانات البحرية أو الحيوانات العادية البرية، لأنه هو بلش هيدا الفيروس من الحيوان وانتقل الفيروس عند البشر كمان. وهلأ صار في أدلة كمان بيقول إنه الفيروس عم ينتقل من بين بشر لبشر، إذا واحد كان كتير قريب عن شخص كان مريض أو عنده هيدا الفيروس أو دقره، فمش هيك لازم الواحد كتير ينتبه. أوكي، فهيك عم نحكي هلأ وين نشأ هيدا الفيروس. هلأ شو هن العوارض لفيروس الكورونا؟ اول شيء هو مثله، يعني عوارضه مثل عوارض فيروسات اخرى. اوكي، بس احنا بدنا نحكي عن هذا الفيروس بالتحديد. اول شيء مثل ما بتشوفوا هو عم بيعطي ارتفاع بدرجه الحراره، يعني لما الواحد يكون حرارته اكثر من 38 درجه مئويه، بيكون كمان الشخص عنده سعله او عنده صعوبه بالتنفس. بصير الشخص كمان عنده غثيان او بصير بيستفرغ، يعني كل هالاشياء هن بيكونوا عوارض من الكورونا فيروس. وكمان اخر شيء الاسهال. اوكي، سو هن هول العوارض لما الواحد يلقط الفيروس. هلا مثل ما بتشوفوا هذا حيالله شخص معقول يكون عنده هالعوارض، مش يعني عنده الكورونا فيروس او اي نوع فيروس، بس هن هو يعني اعظم العوارض اللي ببينوا انه واحد لقط الفيروس. فبهالحاله لازم الواحد يروح يشوف طبيب. هلا شو هن عوامل الخطر؟ يعني مين اكثر ناس معقول يلقطوا هالفيروس؟ اول شيء الناس اللي سافرت من او راجعه من الصين. اوكي، هول العالم معقول بيكونوا بخطر اكثر من غيرهم. إذا حدا اقترب من شخص معقول يكون مصاب بهالفيروس، كمان معقول يلقط هذا الفيروس. إذا كان حدا عنده جهاز مناعي ضعيف، أوكي، بهالحالة كمان معقول الواحد يصير عنده خطر إنه يلقط الفيروس أعلى. والأطفال واللي هن كبار بالسن كمان يعني عندهم البروبابيلتي يلقطوا كمان الفيروس اكثر من العالم اللي عندهم اعمار عاديه. اوكي، فهن هول عوامل الخطر اللي لازم الواحد كمان ينتبه منها. هلا في علاج للكورونا فيروس؟ صراحه لا، حاليا ما في علاج معروف. اوكي، او لقاح حتى، ولا للحيوانات ولا للبشر. هلا عم يجربوا علاج على الحيوانات، بس بعد ما في شيء اكيد. فمش هيك لازم الواحد دائما ينتبه وبدنا نقوي مناعتنا. فانا اليوم شو حاعمل؟ حاحكيكم عن منتجات فوريفر اللي بيقوي المناعه، اللي فيكم تستخدمون
للواحد لينتبه ما يلقى اي نوع فيروس. اوكي، فهن هو فمثل ما شفتوا ما في اي علاج لهلا، فمش هيك الموضوع شوي بخوف. هلا انا متاسفه انه الصوره ما كان في منها بالعربي، فبتحت لكم بس فيكم تشوفوا الصور. يعني كيف فينا شو الوقايه من انه واحد يتجنب الكورونا فيروس؟ اول شيء لازم واحد يلبس الماسك، اوكي، الواقي لازم تخبوا الفم والمنخار، خصيصا لما تروحوا على محلات مزدحمه مثل المولات او المترو. كل هالمحلات جربوا هلا تجنبوهم هالفتره، حتى بالمطارات لازم تحطوا القناع او الماسك. اوكي، كمان لازم تغسلوا ايديكم كتير، يعني كل ما مثلا قبل الاكل او بعد الاكل، لما تفوتوا على الحمام، كل هالاشياء لازم تغسلوا ايديكم قبل وبعد. خصيصا تغسلوا ايديكم كمان قبل ما تدقنوا وشكم، يعني المنخار، التم، العيون، جربوا ما تدقنوهم ابدا الا ما يكونوا ايديكم نضاف 100%. جربوا ما تدقروا الحيوانات العايشه اللي بعد ما توفى، يعني ما ماتت او ما قتلناها، مشان يعني الحيوان اللي بعده عايش، لانه هن معقول يكونوا لاقطين هالفيروس بس احنا ما عارفين. اوكي، فجربوا دائما هلا تجنبوا تدقروا اي حيوان. ما تاكلوا اللحمه او الدجاج او السمك اللي ني، دائما افضل يعني تسلقوه على تمبرتشر عاليه، اوكي، مشان نحرق كل شيء خاصه بالفيروس او بكتيريا. مثل ما قلنا كمان جربوا ما كثير تقربوا على شخص معقول يكون كثير مريض، تحسوه عم برشح او عنده سعله، مشان ما تفوت مناعتكم. اوكي، وكمان جربوا ما تدقروا كثير مثلا البواب تبع الحمامات بلا ما تغسلوا ايديكم من بعدها. كل هالاشياء ركزوا عليهم هالفتره، لانه هول حيعملوا مناعتكم اوطى. اوكي، اكيد لازم تستخدموا الهاند سانيتايزر، هلا كمان حنحكي عنه. اهم شيء واحد يستخدم هالفتره كل شيء خاصه يعني بالايدين، كل شيء تنظيف الايدين كثير مهم. بس نحن منتجنا يعني الهاند سانيتايزر ليه كثير مهم؟ لانه بيرطب البشره، مش بس بينظف بيشيل البكتيريا منها، بينظفها وبيرطبها، يعني بتصير ناعمه كمان. هلا نحكي عن هذا المنتج بعد شوي. واهم شيء انه لازم اذا بدكم تستعملوا تستعملوا بكينكس او بتشو، وترجعوا تكبوها دغري بالزباله، اوكي، ما تتركوها على الطاوله او شيء مشان ما بدنا البكتيريا تنتشر. واكيد اذا بحاله مثلا حراره او الواحد ما حاسس حاله منيح، لازم يروح عند طبيب يشوف طبيب. هلا خلينا نحكي عن شوي عن الاطعمه اللي بتعزز الجهاز المناعي، اللي بتقوي مناعتكم. اوكي، لانه كمان الاكل اللي بتاكلوه بتفوتوه على جسمكم كثير مهم. فهول هن الليسته تبع الاطعمه اللي لازم تاكلوها هالفتره، اوكي، لتقوي شوي الجهاز المناعي عندكم. اول شيء عندكم العنب البري، كثير فيه مضادات للاكسده، فبيكون كثير منيح اذا فيكم تاكلوا منه. الشوكولاته الداكنه، لانه كمان فيها مضادات للاكسده وبتقوي الجهاز المناعه. الكركم، الاسماك الزيتيه، السبانخ، الزنجبيل. الزنجبيل كمان كثير مهم، خصوصا للعالم اللي عندهم مثلا هلا حاسين بوجع بالحلق او عم بيرشحوا، دغري يشربوا زنجبيل. زنجبيل مع شويه حامض بيساعدهم كثير. عندنا كمان الثوم، الثوم مضاد للاكسده كثير مهم. الشاي الاخضر، الفليفله الحلوه الحمراء، اوكي، كل هول مهمين كثير لجهاز المناعه. واكيد البرتقال والكيوي، هلا كل شيء انواع فواكه كثير منيحه لجهاز المناعي، بس بالاخص الفيتامين سي اللي هن بتلاقون اكثر شيء بالبرتقال والكيوي. اوكي، فمش هيك كمان هلا حنحكي انه ليش لازم تاخذوا فيتامين سي كل يوم. هنحكي عن المنتجات اللي لازم تشتروها ضروري وتبلشوا تاخذوها مشان تتجنبوا تلقطوا اي نوع فيروس او اي، وما مش ما توطى كمان مناعتكم. اوكي، ف هون هن الاطعمه، لكن مثل ما قلنا اللي بتقوي بتعزز جهه المناعه.
هلا رح نحكي عن منتجات فوريفر، اوكي؟ منتجات فوريفر يلي فيكم تستخدمون لتقووا مناعتكم. اول منتج هو عصير الصبار، اكيد مثل ما بتعرفوا عصير الصبار عنده كثير نوافع وكثير بيساعد الواحد يقوي جهاز المناعه عنده. ف بيدعم الجهاز الهضمي والمناعي، بيحتوي على فيتامينات ومعادن كثير عاليه، فمشان هيك العالم بيقول لي كثير بيمرضوا لازم يشربوا عصير الوفيرا. كمان خصوصا للعالم اللي عنده مشاكل بالجهاز الهضمي، لأن الواحد اللي عنده مشاكل بالجهاز الهضمي بيأثر كمان على جهاز المناعة، فمشان هيك لازم يشربوا الألوفيرا جل ليحسنوا الجهاز الهضمي، ونفس الوقت بيكونوا عم بيقووا جهاز المناعة عندهم. فمثل ما قلنا بيحتوي على فيتامينات ومعادن، بيحافظ على مستويات صحية من الكوليسترول والسكر بالدم، بيحتوي كمان على 8 أحماض أمينية أساسية، بيعزز امتصاص المواد الغذائية، وكتير منيح للشعر ولترطيب البشرة. اوكي، فالعالم اللي كمان حابين يربوا بشرتهم او شعرهم، يكثف الشعر، يطول شعرهم اكثر، من عصير الصبار. هلا اكيد نحن عندنا كذا كذا طعمه للعصير، عندنا الالوبين كتار كمان كثير منيح لانه بقلبه مضادات للاكسده كثير عاليه، فاللي ما بيحب طعمة الألوبر العادي في يستخدم الألوبيري نكتار. حتى الألوبت ان بيتشز كمان فينا نعطيها للأولاد، بهالحالة لازم تعطوهم للأولاد ليقووا مناعتهم. اوكي، وكمان هو جيد كتير، اذا فيكم تشربوا منه 15 ل 30 مليلتر مرتين لاربع مرات بالنهار. اوكي، هلا انا دايما بنصح الواحد يشرب الألوبيرا جل اول ما يفيق الصبح على معده فاضيه، مش الامتصاص يكون اعلى، نقدر الجسم يمتص كل الفيتامينات والمعادن. أكيد المرأة الحامل والمرأة اللي عم بترضع أفضل تتجنب شرب العصير الصبار، وكمان حتى العالم اللي عنده مثلا مشاكل بالكلى أو بالكبد كمان أفضل تجنب العصير الصبار. المنتج الثاني هو Forever Absorbent C، هو مضاد للأكسدة، كمان بقلبه مضادات الاكسده كثير عاليه. مثل ما بتعرفي، مثل ما قلنا انه الفيتامين سي كثير مهم لازم تستخدموها كل يوم. اوكي، فهالمنتجات عن جد بليز كلكم اشتروها هلا، خذوهم يوميا لتقووا مناعتكم. عندنا لكن مثل ما قلنا الالوفيرا جل حكينا عنه، هلا الابزوربن سي هو مضاد الاكسده عاليه، كمان بيحارب الانفلونزا، بحرب انفلونزا قبل ما واحد يلقط انفلونزا، مش هيك لازم كل يوم تاخذوها قبل الانفلونزا. هو كمان مكمل مفيد للبشره، يعني مش بس للانفلونزا او للرشح، كمان كثير منيح للبشره لانه كمان بيدعم تكوين الكولاجين. اوكي، فهذا الشيء كثير مهم للعالم اللي عم بيعتنوا ببشرتهم، خصوصا كمان كثير منيح للعالم اللي بيدخنوا. اوكي، للناس اللي بتدخن لازم ياخذوا كل يوم Forever Absorbent C. هلا نقص الفيتامين سي شو معقول يسبب؟ بيؤدي لنزيف باللثه، اوكي، فهذا موضوع كثير مهم. كمان بينصح للاشخاص اللي عم بيتناولوا المكملات الحديد، يعني مثلا Nature Man، اذا واحد عم ياخذ Nature Man بنصح انه ياخذ معه Forever Absorbent C بنفس الوقت، لانه بيزيد امتصاص الحديد بالجسم. اوكي، فلازم واحد ياخذهم مع بعض ليزيد امتصاص الحديد. كمان فيكم تاخذوا 3 حبات باليوم كمكمل غذائي، حبه على الترويقه، حبه على الغداء، وحبه على العشاء. وجنبوا استخدام الفيتامين سي اذا كان عندكم مشاكل بالكلى. اوكي، لانه معقول ياثر اكثر على الكلى. هلا الفوريفر ايمي بلاند كمان منتج كثير مهم لتقوى مناعتكم. اوكي، لانه بيدعم الفوريفر ايمي بلاند جهاز المناعه بشكل كثير قوي، هو يعني خصيصا معمول لتقويه جهاز المناعه. فهو غني بالفيتامينات مثل الفيتامين دي، الفيتامين سي والزنك. اوكي، هول كلهم كثير منيح مثل ما قلنا للمناعه وليقووا جهاز المناعه. اوكي،
بيحارب كمان الجذور الحرة، والجذور الحرة هي نوع من، يعني هو سبب كمان اللي واحد بيضعف جهاز المناعة عنده، يلي بيلقط أمراض. أوكي، فكل هيدا الإيمي بلاند بيحارب جهاز الجذور الحرة. وفيكم تاخدوا حبتين بالنهار، يعني حبة الصبح مثلا وحبة على الغدا. أوكي، هذا الفرق بالإيمي بلاند. أكيد المرأة الحامل أو اللي عم بتردى أفضل بس تسأل طبيبة قبل استخدام الإيمي بلاند. المنتج الأخير اللي حنحكي عنه على اليوم، اللي هو منتجات اللي لازم تستخدمون للوقاية أو للعناية بجسمكم قبل ما واحد يلقط أي نوع فيروس، هو الهاند سانيتايزر أو معقم الإيدين. المعقم كتير مهم عن جد. أنا هلأ يعني تركته حدي، كل نص ساعة عم بستخدمه على إيدي قبل ما أقرب ولا شيء، لأنه أنا عمري مثلا بتقر وجهي بالغلط، ما بدي يكون في أي نوع بكتيريا. قد ما هلأ كمان كل العالم عم تمرض، خصيصا إذا واحد بيفتح مثلا مسكة الباب ورا ناس بكون في بكتيريا على هالمسكة، فلازم دايما بغسلوا ايديكم، تتركوا هالهاند سانيتايزر او معقم الايدين معكم بالجزدان. اوكي، فمعقم الايدين من فور ايفر مكون اكيد فيه الكحول، فيه كمان الالو والعسل للترطيب، بمعقم الايدين غير من فور ايفر ما بتلاقوا انه يكون فيه هيك الالوفيرا والعسل، هو اللي يرطبوا ايديكم، بتحسوا انه ايديكم بتكونوا ناشفين. بس مع منتجنا نحن بالعكس، انا بستخدمه كل نهار كذا مره بالنهار، ويدي بضلهم يعني رطبين ونضاف. اوكي، وبشره بتكون كثير ناعمه. اوكي، وبيقتل بنفس الوقت 99.99% من الجراثيم، وريحته كثير حلوه، ريحته ليمون وعسل. اوكي، فلازم تستخدموه. كيف بتحطوه؟ بتحطوه بايديكم، بتفرغوا ايديكم وبتنشروا لينشف. هي كثير هينه. هلا اكيد الاطفال اللي عمرهم اقل من 6 سنين افضل اذا بدهم يستخدموا هالمنتج، يكون في حدا كبير بالعمر يكون حدهم، مش ما يحطوه بتمهم او يبلعوه بالغلط. اوكي، فهذا المعقم عن جد يعني بنصحكم فيه، انا عم استخدمه كل الوقت، ومنه معقم مثل غيره لانه بيرطب البشره بنفس الوقت، فهذا كمان كثير منيح على البشره الحساسه او البشره الجافه عند العالم. هذا ايميلي، للي ما عنده ماي ايميل فيكم تبعتوا له، فيكم ترسلوني باي وقت، انا اكيد دغري بجاوبكم. وماي انستغرام بيج كمان اذا حابين تلحقوني. وهلا حناخذ كل الاسئله، فبس بدي ارجع اختصر عن جديد المنتجات اللي هن كثير مهمه للواحد يقوي مناعته. اوكي، مش ما نلقط اي نوع مرض. اول شيء عندنا عصير الصبار، فيكم تاخذوا عصير الصبار ان كان الالوفيرا العادي او الالوفيري نكتار او الالوفيرا ان بيتشز، هو اهم شيء لقوة المناعه. عندنا ثاني شغله الفور ايفر ابزوربنت سي. اوكي، الابزوربنت سي كثير مهم، لازم تاخذوه كل يوم خصيصا بهالوقت. الايمي بلاند كمان بحارب الجذور الحره وبقوي المناعه. واخر شيء معقم الايدين او الهاند سانيتايزر، اتركوه معكم وين ما تروحوا، وعن جد بنصحكم فيه لانه كثير بيرطب البشره. طيب هلا رح شيل الميوت، بس اللي ما بده يحكي هو يعمل ميوت من ميلته، والباقي تفضلوا فيكم تسالوا هلا اسئلتكم خاصه بالمحاضره اليوم. اذا عندكم اسئله ثانيه بس حوقف وبرجع تسالوا. اوكي، بس في كثير ضجه، يعني بس اللي بده يسال شيل الميوت اذا بتريد. فيكم حتى تكتبوا اذا ما حابين تسالوا، فيكم تعملوا تشات. اوكي، تسالوا اي نوع سؤال انتونيا. عندكم اي سؤال تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيب الإبراهيم من السعودية. مرحبا حبيب، شو أخبارك؟ الحمد لله. أول شيء نشكركم على المحاضرة القيمة جدا، على الجهود المستمرة، ما شاء الله تبارك الله. المعلومات اليوم اللي تم تقديمها هي وقائية،
هل في مثلا منتجات ينصح في حال تمت الإصابة بالزكام أو بالإنفلونزا بشكل عام؟ يعني إحنا مثلا نسمع اللي هو العسل، الألوهيت لوشن، إذا ممكن يعني تضيفون بس لنا المنتجات في حال أكيد تمت الإصابة بالنسبة للكبار وبالنسبة للأطفال. ممتاز. شكرا. فحالة يعني سؤال كثير مهم لحبيب، بحالة الإصابة بالإنفلونزا، هلا مثل ما قلنا نحن عم نحكي بس عن إنفلونزا الكورونا يلي بعد ما له أي حل، أوكي؟ بس بحال واحد مصاب بإنفلونزا آخر، بتعرفوا هلا الطقس كمان كثير ناس عم تمرض، أنا بنصحكم تاخذوا الأبزوربن سي لأنه هو فيتامين سي، فيكم كمان تاخذوا العسل يعني ملعقة واحدة، هيدي عم بقول لكم اياها للكبار وللصغار، اوكي؟ العسل لانه بقلبه كمان كثير مواد غذائية، والبي بولين، اوكي؟ كمان لانه بقلبه مثل انتي بكتيريال بيساعد على كل شيء خاصه بالرشح والامراض، اوكي؟ مش سوري بعتذر، مش البي بولين، البي بروبوليس قصدي. والاكيد مثل اللي حكينا عنه دائما واحد يستخدم معقم اليدين وين ما يروح مش ينظف، يشيل البكتيريا، الابزوربنت سي اكيد مثل ما قلنا عنه، والالوفيرا جل، الالوفيرا جل ضروري بخفف لانه بيعطي كثير معادن فيتامينات، الواحد لما يمرض بصير بحس حاله منه نشيط او اوكي، فلازم نعطي شيء لينشط مثل الالوفيرا جل. اوكي يعني هو كل منتجاتنا تقريبا كثير بيساعدوا كل شيء، يعني بيقووا المناعه، فبس انا يعني بنصحكم تاخذوا هالمنتجات بحال الانفلونزا، رح ارجع عيدهم اكيد، الهاند سانيتايزر او معقم الايدين، الالوفيرا، البري نكتار بنصح فيه، اوكي، العسل كثير مهم، والبي بروبوليس حتى فيكم تاخذوه. هلا اكيد في منتجات كثير اخرى، الابزوربن سي، الايمي بلاند، كل هول كثير ممتازه يعني للعالم اللي يعني عندها الانفلونزا او مرشحه بتقوي لهم مناعتهم، بس كمان بعرف في ناس مثلا ما كثير بحبوا ياخذوا منتجات كثيره، اوكي، فبهالحاله بنصح بهالخمس منتجات. مشكورة أستاذة لين. تعقيب بس، بعض الأخوة من الزبائن أو الأعضاء، نعم أتذكر أول ما انضمينا لشركة فوريفر كانوا يسألون يقولون الآن أنتم تمرضون ولا ما تمرضون؟ قلت له ليش؟ قال أن أنتم دائما تتكلمون عن الصحة ومنتجات وقائية ومنتجات، كيف تمرضون؟ فأنا يعني قلت له المرض شيء طبيعي، فأنا أبغى توجيه من عندكم يعني كيف أنا ممكن أستخدم منتجات وقائية ومفيدة للصحة حتى تظهر بشكل أفضل وشعور أفضل، ومع ذلك نمرض بشكل طبيعي يعني، فتوجيه من أكيد عندكم بالنسبة للي يشككون في هالشيء. طبعا، فمثل ما قال استاذ حبيب، هلا اكيد نحن عم نجرب نقوي مناعتنا، بس لما الواحد يلقط البكتيريا او الفيروس بيكون بالهواء، مش دائما نحن عارفين شو عم يعني شو عم ندقر، او بيكون هو كمان حسب انواع البكتيريا او الفيروس، نحن بس عم نجرب نقوي مناعتنا من البكتيريا العاديه اللي فينا نتجنبها يوميا، بس في انواع بكتيريا وفيروس بيكونوا مثلا اقوى من غيرها، هاي خلص لما الواحد يلقطها اكيد حيمرض، بس في ناس مثلا بتمرض على جماعتين مثلا تتحرك من التخر، في ناس اللي عم ياخذوا مثلا مثل منتجاتنا انه بيقدروا اكيد يصحوا من هذا المرض بشكل اسرع، وبيرجعوا بحسوا حالهم يعني عندهم نشاط اعلى، بس الكل اكيد يعني حيمرق بفتره يمرض فيها، هذا شيء كثير طبيعي، هذا مناعة تبع الجسم تبع الانسان طبيعي، اوكي، فهذا الشيء يعني مش اذا واحد عم يشرب او ياخذ منتجات فوريفر يعني ما راح يمرض بحياته، لا، ما نحن نوع البكتيريا فينا نلقطها نحن بافضل حالتنا، بس هو حسب مين حدنا، حسب شو عم ناكل، اوكي، فكل هالاشياء يعني مش ليك نحن دائما بنجرب نقوي مناعتنا مش دغري نخلص من المرض. بس في حدا نحط الكاميرا اذا
حبيب بلا المعقم الايدين بعد ما انقطع لقى، يعني المفروض بركي يوصلكم قريبا على السعوديه اذا منه متوفر حاليا، بس انا بسالك anyway وبرجع بخبرك. عندكم أسئلة تانية؟ تفضلوا. في عنا سؤال، الله يعطيك العافية، شنو المنتجات اللي ترفع المناعة للأطفال؟ عندي طفل عنده ناقص في مناعة بالكويت، بكرويات الدم البيضاء، هل المنتجات هذه بتفيده؟ نعم. أوكي، أم يوسف، للأولاد اللي كيف فينا نعطيهم، كيف فينا نقويهم المناعة؟ فيك تعطيهم ألوبكت أند بيتشز، أوكي، 15 مليلتر بالنهار، ملحة عسل كمان كثير مفيد. فور ايفر كيدز، فور ايفر كيدز هو كل شيء فيتامينات، فبيقوي كمان مناعة الطفل. سوسو شكرا لك. عندكم أسئلة أخرى؟ فمثل ما قلت يعني للأولاد للأطفال كيف فينا نقوي لهم المناعة؟ نعطي ألو بس أند بيتشز، نعطي الكيدز اوكي، ونعطي ملعقة عسل، هولي بيكونوا توب. في سؤال، كيف فينا نستخدم العسل؟ نخلطه مع اي شيء او بدون شيء؟ هلا اذا الولد او الطفل بيقدر يتحمل طعمة العسل بدون شيء، فيكم تعطوهم بس هيك ملعقة كبيرة مثلا الصبح قبل المدرسة بدون شيء، او فيكم كمان تخلطوه مثلا مع موز او مع اي نوع، مثلا مع شيء تاني، يعني اذا بتحبوا فواكه، في ناس بيعطوه مع فواكه، في ناس بيعطوه مع خبز. انا بنصح يعني موز، اضبط شيء اذا بيحبوا ياكلوه لحاله، او يعني بدون اي شيء بس بملعقه واحده بياخذوها كمثل يعني دواء بملعقه. عندنا كمان سؤال، الله يعطيك العافية، لو سمحتي، عندنا العسل خبروني انقطع بلبنان صحيح؟ إمتى ممكن يتوفر؟ لو سمحتي ممكن تعطينا موقع للشرح لكل المنتجات الوفيرا، شكرا. شكرا ياسمين. هلا بدي اسالك بالنسبه للعسل اذا انقطع بلبنان، لانه انا بس مخصصه التغذيه، بدي اشوف مع السبلاي تشين والبزنس ديفلوبمنت، اوكي هن لانه يعني بشوفوا شو الستوك بكل بلد، بسألكم وبرجع بخبركم. بالنسبة للشرح بتلاقوا على صفحة يوتيوب اسمها ميدل ايست، Forever Living Middle East HQ، اوكي اكتب عندكم هون على الشات، بتلاقوا كل الفيديوهات والشرح عن منتجاتنا اللي عايزينها، هكتبها هلا. اوكي، عندنا سؤال تاني، من اي عمر ممكن نعطيهم مشروب الالو بيتس اند بيتشز والكيدز؟ من اي عمر ممكن؟ اوكي، سؤال كثير مهم، الالو بيتس اند بيتشز فينا نعطيه، بس خليكي ثواني معي عند الورقه. الالو بيتس اند بيتشز يعني من عمر سنه وطالع، اوكي سنه لست سنين يعني ما فرقت، مهم تعطوه يعني اقل بشوي، يعني تقريبا 5 ل 10 مليلتر بالنهار، اوكي. اما بالنسبه للكيدز، فور ايفر كيدز من عمر سنتين وطالع. سؤال تاني، مكمل الغذائي فور ايفر فيجن هل يعيد النظر الى حاله الاول او فقط بحافظ على صحه النظر؟ الفوريفر فيجن لا ما بيعيد النظر لكيف كنت اول شيء، بس بيحافظ على صحه العين وعلى صحه النظر يعني بالاجمال.
اوكي، عندنا سؤال ثاني. ممكن أعرف إذا فينا نعطي أكثر من 3 مكملات مع بعض، أو في مشكل إذا بناخذ أكثر من منتج مع بعض؟ لا بالعكس، نحن منتجاتنا هن معمولين لتقدروا تاخذوا كذا منتج مع بعض، أوكي؟ يعني إذا واحد أخذ 3 أو حتى 5 6 مكملات غذائية مع بعض ما رح يأثر، ما في سايد إفكت. أي أسئلة أخرى؟ يوم الأسئلة مهمة، وحأرجع بس هيك أحط السلايدز يعني إذا حابين ترجعوا تشوفوا. فمثل ما قلنا، أول شيء بلش الفيروس الكورونا بالصين، أوكي، ويعني لقط يعني بلش من الحيوانات، فمش هيك لازم تنتبهوا أنتم هلا وأنتم عم تطبخوا. العوارض هون هن العوارض، أول شيء الحرارة، السعلة، الغثيان والاستفراغ، الإسهال. العوامل الخطر أكثر شيء هن يعني بس العالم اللي سافرت أكثر شيء على الصين، جربوا ما تقربوا من أشخاص اللي معقول تكون مصابة بأي نوع فيروس. العلاج، ما في علاج حاليا، مش هيك لازم الواحد دايما يقوي مناعته. هي هول هن قصدي الوقاية اللي لازم تستخدموها، مثل ما قلنا حطوا الماسك، تغسلوا ايديكم، يعني تقلوا الأكل مظبوط على درجة حرارة عالية، جربوا ما تقربوا ايديكم كتير على وشكم، على منخاركم، على تمكم، استعملوا دايما الهاند سانيتايزر، وبس يعني هول هن هاي الأطعمة مثل ما حكينا عنهم يلي لازم بأول جهاز المناعة. هلأ منتجات فوريفر، مثل ما قلنا أول شيء هو عصير الصبية لازم تستخدموه ضروري لتقوي مناعتكم، أبزوربن سي كتير مهم، خدوهم هول الأربعة مع بعض، الإيمي بلاند والهاند سانيتايزر مع إمبيدان. عندنا أسئلة؟ خلينا نشوف. أوكي أسمع، المكمل الغذائي كم الفترة الممكنة للاستمرار عليه لحتى الواحد يستفيد منه؟ حسب أي مكمل غذائي أصلا، في مكملات دغري الواحد بيستفيد عليهم، في مكملات لازم الواحد ياخذهم لمينيموم 3 شهور مثلا، مثل مالتي مكة مثلا. حتى مثلا الجارسينا الواحد بياخذ 3 شهور رجع بياخذ بريك، سو ايه هو عادة فيك تقولي 3 شهور مثل ما قلت مظبوط. ففي عندنا سؤال من ام اي، ما انا هلا رجعت احكي عن المنتجات، هن هول الاربعه اللي لازم واحد ضروري ياخذهم ليحمي حالهم. اول شيء الالوفيرا جيل، حارجع عيد الالوفيرا جيل، الابزوربن سي، الايمي بلاند، والهاند سانيتايزر معقم الايدين. ايه للولد للبنت اللي عمرها 3 سنين فيها تاخذ العسل ما حيأثر. للعالم اللي دخلوا هلا من شوي، بس حابه اذكركم انه المحاضره عم تتسجل وفيكم ترجعوا تحضروها على يوتيوب من بكره، فما تعتلوها. هلا مثل ما قلت، في عنا سؤال من سوسو انه المكملات الغذائيه ما انها متوفره بالسعوديه، فبهالحاله فيكم تشربوا الالوفيرا، اوكي، باول مناعه، وكمان خذوا عسل، ملقعه عسل، بس اهم شيء كمان المعقم الايدين، اوكي، بهالحاله يعني جربوا قد ما فيكم تخلطوا المنتجات اللي باول مناعه. اوكي، عندكم اي سؤال تاني؟
حدا عم بيقول انه معقم الايدين موجود بالسعوديه. ايه انا بعرف انه بعتقد موجود، بس بدنا نرجع نتاكد كمان، ما في خالص ستوك، بس بنصحكم فيه عن جد، لانه هلا اكلت بس بستخدم هذا المعقم كل النهار، وعم باخذ الابزوربنسي، اكيد عم بشرب الالوفيرا والايمي بلاند، والحمد لله يعني لهلا ما مرضنا، ان شاء الله تضل هيك الصحه، وبنصح للكل انه يجيب هالمنتجات. هلا اكيد اذا بحال ما في منتجات يعني مثل المكملات الغذائيه، فيكم تاخذوا العسل مثل ما كثير منكم قال، فيكم تاخذوا ملعقه عسل بالنهار كمان لتقوي المناعه. اي سؤال تاني؟ شو هو اللي بيحتوي على الكولاجين؟ بس رنا اذا فيكي بس تحددي اي منتج عم تحكي اللي بيحتوي على الكولاجين. ايه اكيد. هذا سؤال تاني، انه ليش لازم الواحد يستخدم معقم من فور ايفر مش من معقم اللي بالاسواق؟ لانه مثل ما قلت هو بقلبه الوفيرا، يعني كمان بيرطب كثير بشره، وبقلبه نوع من العسل، فبيعطي ريحه حلوه، بيرطب البشره، هي ما بيخلي، لانه عاده معقم الايدين من السوق بيكون بس الكحول، فكثير بنشف نوع البشره، كثير بنشف البشره، فبهالحاله لازم واحد يكون في كمان يعني مثل العسل والوفيرا لترطيب البشره وبنظفها وبنعمها نفس الوقت، واكيد بيقتل 99.99% من الجراثيم، يعني مثل اي معقم ايدين ثاني. اوكي، بس بجنن يعني للايدين. مظبوط، محتوياتها كلها طبيعية. الباوربوينت انا بس رح حط يعني البرزنتيشن، المحاضرة حط هي مسجلة، فبكره بتصير على اليوتيوب فيكم تستخدموها. عصير الصبير ام رنا، لا ما بقلبه كولاجين، بس كثير بيساعد للبشرة. اوكي، يعني بيعزز نمو الشعر وبيرطب البشرة. المنتجات اللي بتحتوي على الكولاجين هن اكثر شيء الفيرمين كومبلكس من انفينيت، وحتى يعني اذا واحد بده يقوي الكولاجين فيكم تاخذوا الابزوربنت سي كمان، لانه بيعزز تكوين الكولاجين. وعندنا كمان منتجات الكريمز، يعني مثل الار 3 فاكتور، الالو موشترايزنج كريم، هول كلهم بقلبوا كولاجين. مثل ما قلنا، انا يعني اسم الصفحه تبع اللي بتلاقوا كل منتجات فور ايفر كتبتها اوريدي هي على اليوتيوب، فبس فيكم تفوتوا على اليوتيوب بتلاقوا كل المكملات الغذائيه عن فور ايفر. بالنسبة لا، في سؤال، هل يوجد مجموعات للبهاق؟ بهاق ما عندنا، السكر عندنا في فيلد اوف جرينز، الالوفيرا، الجارليك ثايم،
حتى الأركتيك سي كلهم بيساعدوا، بتلاقوا أكيد بتلاقوهم كلهم على يوتيوب. أمري أنا بالنسبة للنقاط، ويعني أنا ما دخل، أنا بس عم أنا هلا عم نحكي بس عن المنتجات والأسئلة خاصة بالمنتجات، أوكي؟ لأنا هون بسأل أخصائية التغذية. إذا ما عندكم بقى أي سؤال عن المنتجات أو عن المحاضرة، رح ننهي المحاضرة، أوكي؟ وكلكم عندكم إيميلي أكيد، فيكم تبعتوا لي الإيميل بأي وقت، وإن شاء الله بنعمل كمان محاضرة تانية قريباً. حدا بعد عنده اخر سؤال؟ شكرا لكم كلكم، الله يعطيكم العافية، شكرا.